أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام بالصحف العراقية والعربية والعالمية، لكن كما هي العادة بعد جولة بأهم العناوين نقرأه من صحيفة المدى. الموصل تحيي ذكرى ثانية لتحريرها بمناطق مهدمة و300 ألف نازح. في الهيئة نت مفوضية حقوق الإنسان تقول نحو 55 ألف سجين في سجون متهالكة. صحيفة البصائر استمرار الوعود والتحضيرات المتعلقة بسجون نينوى دون قرارات. وفي الزمان برلمان الإقليم يصوت اليوم على كابينة حكومية مؤلفة من 23 وزيرا. أما في القدس العربي فصائر المعارضة السورية تخترق خطوط النظام الدفاعية بجبل التركمان. في العربي الجديد العسكري والحرية والتغيير جاهزون للتوقيع على اتفاق الفترة الانتقالية. وأخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية نواب حزب الله للمرة الأولى في مرمى العقوبات الأمريكية. أهلا بكم. عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق مطلع شهر تموز الحالي مؤتمرها العام الذي جاءت نسخته الثالثة تحت عنوان منهج وعمل. جهاد بشير يقول بصحيفة البصائر إن الحقيقة التي يدركها الجميع أن الهيئة ومنذ ولادتها واجهت حصارا وتضييقا ومحاولات كتم واضحة ومعلنة. لم يتورع متبنو هذه المحاولات عن إظهارها أو تبنيها، بل عدوها مسلكا سياسيا ولونا من ألوان تثبيت أركان المنظومة السياسية التي جيء بها إلى البلاد بعد الاحتلال. هيئة علماء المسلمين كانت الكيان الوحيد بعد المقاومة ما يتصدى بعلن ودون مواربة لما جاءت به الولايات المتحدة وحلفاؤها من مشاريع وأطر، ويصدح بعدم شرعيتها ويتولى مناهضتها، ولها فضل السبق في كشف حقيقة المشروع الإيراني في العراق بدءا من السنة الأولى من عمر الاحتلال. المفاجأة التي واجهها أصحابه حملت تشويه صورة هيئة العلماء على مدى السنوات الماضية تتجلى في أن تكوينا علمائيا ظن الواهمون في الأفكار والتائهون في مساقات المشهد العراقي أنه محصور في جزئيات مقيدة بأمور محدودة، وحاولوا أن يجعلوا من هذا الوهم ثقافة مجتمعية متفشية بين الجماهير، فكان رد الفعل ميدانيا ذو مديات متسعة وأصداء صادحة بأن فرض فكر هيئة علماء المسلمين نفسه في المشهد بصفته هيئة شرعية تتعاطى السياسة والحقوق كما تتناول الفقه والأصول، فكان حراكها السياسي ذا نمط متفرد في مواجهة كل ما يناقض هذه المبادئ، حتى صار عملها يخيل لمن هو دون مدى الإدراك أنه ضد التيار السائد أو مخالف لما يراد له أن يسود، في الوقت الذي أكدت تجارب الأيام وأحداثها أن منهج الهيئة هو تيار الحقيقة في العراق وما سواه فهو سابح ضده. الكاتب يرى أن الشهادات الغزيرة التي أدلى بها جمع من علماء العالم الإسلامي بمؤتمر الهيئة الثالث تأتي استكمالات لنظيرتها على مدار سنوات خلت في حقية هيئة علماء المسلمين وجدارتها لتمثل الطيف العراقي الأصيل المناهض للعدوان، وهم يعددون مناقب الهيئة ويحصون مآثرها ويثنون على جهدها. نظر البعض لقرار رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي حول ميليشيا الحشد باعتباره قرارا يلبي الضغوط الخارجية الأمريكية تحديدا ونظيرتها الداخلية التي ظهرت بشكل خاص بعدما جرى تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت أن الولايات المتحدة استفادت بالفعل من قرار عبد المهدي بشأن تنظيم الحشد وتحوله من مجموعات ميليشياوية تنشط بأسماء مختلفة إلى جيش، وفي ذلك تظهر طبيعة وأوجه الاستفادة الأمريكية تظهر مزيدا من مخاطر قرار عبد المهدي. لقد جاء القرار ليوحد مجموعات الحشد ويعيد صياغة البناء العسكري للحكم الراهن في العراق،
ليصبح حالة موازية للبناء العسكري القائم في إيران، إذ تتشابه حالة الحشد بعد قرار عبد المهدي بوضعية الحرس الثوري الإيراني وبدوره في النظام السياسي الإيراني. ولذلك وافقت بعض ميليشيات الحشد علانية وصراحة على قرار عبد المهدي، لكن الولايات المتحدة بالتوازي مع ما حققته إيران تمكنت بعد هذا القرار من تضييق مساحة التلاعب الإيراني الشهير، إذ تلعب إيران لعبة تعدد الأوراق واختلاطها، وهو ما يتناسب أكثر وفق صيغة تعدد وتضارب مجموعات الحشد بالدقة. وضعت الولايات المتحدة تصرفات الحشد الآن برقبة عبد المهدي الذي صار في وضع المسؤول عن تصرفات الحشد أكثر من أي وقت مضى. وقد أوقفت الولايات المتحدة حالة سوق الحجج والتعلل بعدم السيطرة على تصرفات الحشد حال قيام أي من أطرافها بقصف هنا أو هناك ضمن سياق اللعبة الإيرانية في استخدام ورقة تعدد أطراف الحشد كضاغط من ضواغط حالة الصراع الجارية الآن. وواقع الحال أن قرار الحشد الذي أصدره عبد المهدي هو الأكثر كشفاً لطبيعة التوجهات الأمريكية بشأن عراق المستقبل. الكاتب يقول إنه بقرار عبد المهدي يجري الآن تنظيم الحشد وجعله أقرب إلى فكرة القوة العسكرية العقائدية بجهاز دولة الاحتلال، بما يحقق الأهداف الفكرية التي سعت لها الولايات المتحدة عبر غزو واحتلال العراق. لقد أرادت الولايات المتحدة أن يعيش العراق تحت حماية قوة عسكرية طائفية قادرة على دعم السيطرة السياسية للمجموعات الطائفية التي شكلت العمليات السياسية من بدايتها وحتى الآن، وهذا ما تحقق الآن من قرار عبد المهدي. برز الحديث من جديد عن الوضع القانوني لفصائل الحشد الشعبي وما إذا كانت حكومة عبد المهدي جادة لهيكلة الحشد وجعله تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة كما جاء في القرار الديواني. كاظم المقدادي يرى بصحيفة زمان أن الحشد الشعبي برموزه وتشعباته وارتباطاته الخارجية صار يجسد معنى الدولة العميقة من نفوذ وسلطة ومال وأسلحة ثقيلة ومصالح وعقارات، إضافة إلى التحكم بالمسار السياسي والاقتصادي وبمصائر المواطنين. إن استغناء قادة الحشد عن جميع هذه الغنائم والمصالح ليس أمرا سهلا، لأنه يعني نهاية دراماتيكية لفصائل الحشد التي ربما ستلجأ لاحتواء القرار وإفراغه من محتواه ومضمونه بعد الاستقواء بالحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على بعض من تشكيلاته. وهنا تتبلور بشكل أقوى فكرة الجيش البديل كما هي الحال في إيران ولبنان، وإخضاع المجتمع المدني العراقي للعسكرة المستدامة، ويعني هذا ببساطة قتل الروح المدنية وإبقاء العراق بحالة شلل سياسي واقتصادي وخنق جميع مبادرات الاستثمار والتخبط في مشاكل اجتماعية لا حصر لها. لكن السؤال الأهم إذا كان رئيس الوزراء لا يستند إلى كتلة كبيرة ولا قوة خارجية إيران وأمريكا، فمن أين نزلت عليه هذه القدرة الغريبة العجيبة ليصدر قراره بتصفية نفوذ الحشد الشعبي الذي جاء به إلى سدة الحكم؟ خلاصة القول إن عبد المهدي يعرف جيدا صعوبة تطبيق وتنفيذ قراره هذا والذي جاء متأخرا جدا، وإلى أن ينتهي شهر تموز الجاري سنرى ما إذا كان قرار ضم الحشد للقوات المسلحة قرارا جديا ينهي سطوة الحشد على الحكومة والمجتمع ويلغي امتيازات قادته، أم أنه استخفاف سياسي جديد وذر الرماد في العيون؟ الكاتب يختم بالقول إن الاتفاق على القرار وإفراغه من مضمونه سيكون الجواب الوحيد لإيران على الأمر الديواني، وأن الحديث عن تغيير جذري بالسياسات الداخلية إزاء إيران سابق لأوانه ما لم يحدث شيء في داخل إيران نفسها يحد من نفوذها في العراق وبشكل كامل. منذ أن انتشر خبر ترشيح حميد الهايس يتولى منصب سفير العراق في أذربيجان ومواقع التواصل الاجتماعي تثير موجة من السخرية والضحك، فيما البعض الآخر اعتبر الأمر إساءة لحضارة العراق. علي حسن يتساءل بصحيفة المدى
ماذا يفرق حميد الهايس عن علي الدباغ مع صباح التميمي ومئات غيرهم تسلموا مناصب رفيعة في هذه الدولة التي لا تزال نذرف الدموع أو لا نزال نحن نذرف الدموع عليها بسبب حميد الهايس وأمثاله؟ يجب أن تعلموا أن كل ما نراه من مهازل هو صناعة سياسية تطبخ تحت قبة البرلمان، فبأيدي ساستنا نكتب أسوأ صفحات في التخلف. الكل يصرخ هذه حصتنا، الكل يقف على المنصة ويطالب بقطعة من الكعكة العراقية، الكل مشغول بابتكار وسائل جديدة للفلفة المال والمناصب. من أوصلنا إلى مشهد السفير حميد الهايس ومن قبله مشاهد كانت فيها المناصب توزع بمباركة وهتافات رؤساء الكتل السياسية؟ ولأننا نعيش في عصر حميد الهايس، فإن عدم الكفاءة والاستسهال والدوافع الشخصية تضع في المنصب من يحمل الصفات السحرية الثلاث: أولاً مقرب من أحد رؤساء الكتل السياسية، وثانياً مسالم ولا يثير الشغب ويرضى بالمقسوم، وثالثا يحب أن يرفع شعار أنا وأقاربي على الدولة. في السنوات الماضية شاهدنا كيف تم تنصيب شخصيات حولت مؤسسات الدولة إلى مزرعة خاصة يديرها الأقارب والأحباب، ولم يكتفي ساستنا بهذا الحد من إهانة المنصب الحكومي لينصبوا مزوري شهادات وزراء ورؤساء مجالس محافظات فيما امتلأت أفواج الجيش والشرطة بالقادة الدمج. للأسف سياسيون يضعون أصابعهم في آذانهم حين تعلو أصوات الناس مطالبة بمنح الكفاءات فرصة، لأن وحوش المحسوبية والبيروقراطية والمحاصصة الطائفية دائما ما تجهض أحلام العراقيين. الكاتب يدعو إلى عدم الاستغراب إذا ما تولى حميد الهايس منصب سفير، فنحن نعيش بظل ساسة يؤمنون أن إبراهيم الجعفري فاق حتى مونسكيو في علوم السياسة، وأن هيئة الإعلام والاتصالات تستعد لاستقبال حنان الفتلاوي التي على يديها سنشهد نهضة إعلامية تجعلنا ننافس روبرت ميردوخ وفضائيته السيانين. أكد النصر الذي حققته قيادة الثورة السودانية أنها تفوقت حتى الآن وبامتياز على كافة القيادات التي تولت إدارة الحراك الجماهيري في شتى بلدان الربيع العربي. الأول جلبير الأشقر يرى بصحيفة القدس العربي، أو جلبير الأشقر يرى أن هذا لا يعني بالطبع أن الثورة السودانية درأت عن نفسها الخطر وفازت فوزا نهائيا، والحقيقة التي تعلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير علما يقينا هي أنها فازت حتى الآن بجولتين من في السيرورة الثورية في بلادها، لكنها تقف اليوم أمام جولة ثالثة، كل جولة أصعب مما سبقها. من فضائل القيادة الثورية السودانية أنها تدرك تماما حجم المخاطر التي لا تزال تواجهها، وقد قررت الإبقاء على التعبئة الجماهيرية، وأصدرت يوم السبت الماضي ما وصفته بأنه جدول العمل الجماهيري والثوري في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهمة التغيير الشامل كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى. إن الأخطار التي تواجهها الثورة السودانية أخطار جمة وشتى، بدءا من الغموض الذي يكتنف المجلس السيادي المزمع تشكيله، سواء تعلق الأمر بتشكيله لا سيما اختيار العضو المدني السادس والحيادي فيه من أصل تركيب عام يشمل 5 عسكريين و6 مدنيين أو بصلاحياته، افترى فيه القيادة الثورية هيئة شرفية لا غير، بينما صرح قائد المجلس العسكري أنه سوف يمارس حق النقض إزاء التعيينات الحكومية بوصفه رئيسا للمجلس السيادي خلال مدة السنة ونصف الأولى. كما يشمل درء الأخطار بالطبع مهمة ردع القيادة العسكرية عن العودة إلى محاولة فرض مشيئتها بقوة السلاح، وذلك من خلال ضمان انحياز أكبر قسم ممكن من القوات المسلحة إلى الثورة. بحسب الكاتب فإن القيادة الثورية السودانية تمكنت من الإمساك بالسلطة الفعلية من خلال حشد طاقات شعبية ومن تغيير أحوال البلاد، بما يعيد وضعها على سكة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والثقافي.
ربما لضمينت نجاح الثورة السودانية وأثبتت مكانتها بطليعة التغيير المنشود بأقطار منطقتنا كافة. قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بأكثر من مناسبة أنه لا يريد الحرب على إيران، وإذا كان صادقا فإن عليه الابتعاد عن صقور إدارته ممن ينادون بالحرب على طهران لتغيير النظام فيها. تابعت الصحيفة في افتتاحيتها أنه عندما أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من صفقة الاتفاق النووي مع إيران كان رد طهران متوقعا، وهو أنها ستخرق الاتفاقية النووية وتتجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم وغيرها من الأعمال التي يمكن أن تقودها في النهاية لإنتاج الأسلحة النووية. يوم الاثنين الماضي أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن النظام قد تجاوز بنداً آخر من بنود الاتفاقية النووية والذي يتعلق بتخصيب اليورانيوم. إدارة ترامب كانت تتوقع مثل هذه الردود الإيرانية، خاصة بعد التوتر المتواصل في منطقة الخليج العربي، فإيران تسعى لتحقيق أهداف ملموسة دون أن تصل إلى مرحلة الحرب مع الولايات المتحدة. لكن رد الرئيس الأمريكي على الخطوات الإيرانية يشعرك وكأن إدارته لم تكن تتوقع مثل هذه الخطوات، فقد أعلن ترامب أنه على إيران أن تتوخى الحذر فذلك أفضل لها، وهي كلمات فارغة تدل على افتقار الرئيس لأي هدف متماسك لحملة الضغط القصوى لتحقيق هدفه. وتضيف الصحيفة أن الأوروبيين قد يحاولون إنقاذ الاتفاق، لكنهم سبق أن قاموا بذلك وفشلت جهودهم، فالقليل من الشركات الغربية ترغب بالقيام بأعمال تجارية في السوق الإيراني الصعب والتخلي عن الولايات المتحدة. في الوقت ذاته فإنه من غير المرجح أن تتحقق أمنية إدارة ترامب ويستجيب الأوروبيون للتحركات الإيرانية الأخيرة ويطبق العقوبات الخاصة بهم في وقت قريب، فالقادة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومعهم الروس والصينيون يلقون باللوم على الولايات المتحدة لانسحابها من الصفقة النووية وإثارة إيران. الصحيفة تقول إنه إذا كان ترامب محظوظا فسيقوم الأوروبيون بالتفاوض بسبب الفوضى التي خلقها، حيث اتصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت الماضي لطلب إجراء محادثات، في وقت تقول إيران إنها لن تتعامل مع إدارة ترامب ما لم ترفع العقوبات، فربما يكون لفرنسا أو دول أخرى أن تعمل على شكل وسطاء بين الجانبين. كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن بلوغ عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام بجميع أنحاء العالم مستوى قياسيا جديدا حسب صحيفة البيان الإماراتية. أوضح المكتب بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام زاد خلال هذا العام إلى 533 ألف شخص تقريبا، وهو 4 أضعاف العدد مع بداية الألفية الجديدة. أشار المكتب إلى أن هذه البيانات هي تقديرات الأمم المتحدة. أضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أكبر إنسان سناً في العالم حالياً هي المعمرة اليابانية كاني تاناكا، حيث تبلغ من العمر 116 عاماً وهي تعيش حالياً بدار مسنين في مدينة فوكوكا اليابانية. إلى الكاريكاتير.
إلى هنا نصل إليكم مشاهدينا إلى ختام صدى أقلام اليوم، هذا ما كان في جعبتنا، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. في أمان الله ورعايته.